ناقشنا بزاف النقاط، كانوا شي نقاط اللي ثانويه اللي فعلا لقينا وصلنا لشي حلول فيها، وكاين النقطه الاساسيه هي ديال المحروقات والزياده اللي كاينه هاد لافلومبي ديال لي بري ديال الغازوال. يعني شفنا مسعد الوزير ولكن حتى هو ما يقدرش ياخذ القرار بوحدو، خصو يشوف مع الوزارات الاخرين وشي، وعندنا بنا غنناقش هادشي وغيديروا شي لوجينات اللي غنناقشوا فيهم هاد المسائل كاع اللي خاصه للنقاله. يعني كانت واحد الاستجابه من طرف الاداره، ولكن خاص بزاف ديال العمل وخاص بزاف ديال يعني لي زاسيس باش نحاول نوصلوا لشي نتيجه اللي تكون ايجابيه ان شاء الله. طار اللقاءات اللي بالفعل انها فتحتها وزاره النقل مع واحد المجموعه ديال الجمعيات وواحد المجموعه ديال المنظمات، وهذا اللقاء جاء بناء على طلب من الاتحاد العام مقاوله المهن، بناء على الاجتماع اللي عقدته الجامعات والفيدراليات والنقابات ديال نقل البضائع عبر الطرق والموانئ اللي هي منضويه تحت لواء الاتحاد العام لمقاوله المهن، واللي بالفعل انه ناقشنا فيها اليوم مع السيد الوزير واحد المجموعه ديال النقاط متعلقة أولا بالغازوال المهني، ثانيا المشكل المتعلق بتجديد الحظيرة، المشكل المتعلق بالضريبة على المحور، المشكل المتعلق ب يعني تحديد واحد التعريفة مرجعية أو التكلفة المرجعية اللي ممكن أنها تعتمد كتصعيرة ديال النقل. دوينا على مجموعة المشاكل اللي بالفعل تتعيشها المقاولة النقلية، وعدنا السيد الوزير أنه باش تشكل واحد مجموعة ديال اللجان لحل المشاكل المتعلقة بالوزارة واللي بالفعل أنها تدخل في إطار الاختصاص ديال الوزارة. كذلك وعدنا الوزير على أساس أنه غادي يفتح نقاش مع القطاعات الحكومية الأخرى من أجل حل بعض المشاكل الأخرى العالقة بالمشكل المتعلق بالغازوال، فهو مشكل اللي بالفعل أنه جا حتى في إطار البيان ديال الأغلبية الحكومية مؤخرا، واللي بالفعل أنها وعدت بإيجاد حل لهذا المشكل هذا، لأن هذا المشكل المتعلق بالغازوال غير مرتبط فقط بالمقاولة النقلية ولكن مرتبط بنا جميعا كمواطنين، لأن اليوم كنا اليوم تمسينا بهذه الزيادات، وبالتالي لابد اليوم أنه خصو يتلقى واحد الحل، لأنه اليوم كنا عرفنا بأن هذه الحرب اللي بالفعل اليوم وقعت ما بين روسيا وأوكرانيا، واش بالفعل أننا اليوم غادي نبقاو حدا في هذه الزيادة ديال دابا أو غترتفع، لأن البرميل راه اليوم راه قريب ل 100 دولار، راه بدا يتجاوز ال 100 دولار، وبالتالي هذه الأزمة ديال اليوم أشنو فين غتوقف، وبالتالي أن هذه المسائل هذه تتحتم علينا كلنا أنه يتلقى واحد الحل اللي بالفعل أنه ما يتقلش للكاهل ديال المغاربة كاملين، لأن هذا المقاول النقلي راه هو في الأخر تيحط الشاحنة ديالو تيهز سيارته حتى هي راه المواطن المغربي العادي اليوم راه 30% حتى 40% من المدخول ديالو تيمشي ليه في البنزين وفي الغازوال وفي واحد المجموعه ديال الامور، وبالتالي ان المقاوله النقليه راه اليوم 70% يمكن غدا غتوصل لواحد 80 ولا 85% من المداخل ديالو من الارباح ديالو تديها له لي كاربيرون، وبالتالي لابد انه اليوم راه هذا الشيء واعدت به الاغلبيه الحكوميه، وحتى السيد الوزير قال بانه اليوم راه غادي يكون مدافع على هذه الاطراف داخل الحكومه من اجل ايجاد حلول لهذا المشكل هذا. المشاكل الاخرى راه تعهد السيد الوزير بايجاد حلول لها لانها تدخل في اطار الاختصاص ديالو.